السلام عليكم، صباح الخير، صباح النشاط، صباح العنق، ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخوان، تغطيتنا اليوم من السوق المركزي بمدينة الطائف لحراج فواكه وخضار الطائف، قسم الحراج الخاص بالفواكه. طبعا الفواكه هنا حراج ينقسم إلى قسمين، في قسم للبرشومي فهو منطقة ثانية، وفي قسم خاص اللي هو العنب والرمان زي ما انتم شايفين، والحماط والخوخ، يعني بقية الفواكه. فعادة نجي قبل الفرح الحراج ونصور ونوريكم ايش اللي فيه، والله يوفقنا وياكم. انتم شايفين يا اخوان الخوخ، هذا من الفواكه اللي الان موسمها ما شاء الله تبارك الله. العنب يا جماعة ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، من الفواكه المتوفرة. الحماط من الفواكه المتوفرة وعلى نهاية موسمه، الحماط ما شاء الله تبارك الله كان بكميات كبيرة، والآن مع الوقت ينقص ينقص ينقص، خلاص يقل علينا ينتهي موسمه. الرمان ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كمياته كبيرة تنزل ويستمر لمدة شهر ويبدأ مع الوقت يحلى. شوف الرمان هذا، هذا انت من عشاقه المغربي والغامق والحامض، وايش طعمه ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا هنا ما شاء الله تبارك الله بقية الفواكه زي ما انتم شايفين، الحماط يا اخوان، حماط، الخوخ، العنب، كنا نقول البخارة الحمراء، البخارة الخضراء، لكن انتهى موسمها ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شوفوا هنا إيش اللي عندنا، هذا إيش هذا، الناس دائما تلخبط بينه وبين العناب، هذا اللي هو النبق، والعناب فاكهة ثانية، والجوافة موجودة، اللي يحب الشوافة هذه الجوافة موجودة ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. زي ما انتم شايفين يا اخوان، انا عمال احاول اخذ لكم صورة موسعة للفواكه المتوفرة ما شاء الله تبارك الله. شوفوا يا اخوان، ما شاء الله تبارك الله، شوفوا بيعة العنب مع فج النور ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لون وشكل إلى الآن يعني ما شاء الله، العنب في ازدياد، شايفين كيف شكله ما شاء الله تبارك الله يا أخوان، شوفوا كيف هناك ما شاء الله، إلى الآن ما بدأ الحراش في الجزء هذا قسم العنب، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله تبارك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه بيعات اليوم، نفتح حبة يا إخوان اللي يحب الرمان، الآن دوبوا على بداية ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ناس يهمهم اللون يكون أحمر، وناس لا، الوردي، يحب اللون الوردي الفاتح. شوفوا هذه ما شاء الله تبارك الله من بيعات اليوم، الله يبارك لنا ولكم. ما شاء الله تبارك الله، ناس كثير يسألون عن الجوافة الحمراء، متى تبدأ، متى وقتها، متى موسمها، هذه طبعا تيجي من برا خضراء ومن جوا حمراء ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الآن متوفرة، والله يحييكم يا جماعة.